فإلى غاية 15 يوليوز 2024 يعني صباح اليوم بلغت عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم ما مجموعه 84500 طلب استفادة، كما استفاد إلى غاية نفس التاريخ حوالي 17000 مستفيد، 44% منهم نساء، 22% منهم مغاربة مقيمون بالخارج. كما بلغت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6.3 مليار ديال الدرهم بمساهمة إجمالية للدولة تصل إلى 1.3 مليار ديال الدرهم. وبالموازاة مع هذه الطفرة المحققة سجل قطاع التعمير والإسكان مؤشرات مهمة منذ انطلاق هذا البرنامج الملكي، حيث ارتفعت عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16% وارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء ب 2.5% خلال الربع الأول من سنة 2024، وارتفاع القروض الموجهة للسكن بنسبة 1.5%، والزيادة في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بقيمة 3.8%. وبالموازاة مع هذا البرنامج الملكي الطموح، تواصل الحكومة تعزيز الأوراش والتدخلات العمومية لمعالجة ظاهرة السكن غير اللائق والتسريع من وتيرة استكمال برنامج مدن بدون صفيح، بهدف خلق مجالات حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية في احترام تام للخصوصية، خصوصيات المعمارية والجمالية للمدن المغربية. وتعتزم الحكومة تنزيل برنامج خماسي للفترة 24-28 لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120,000 أسرة مستهدفة. وهو برنامج كيقوم على أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لمعالجة السكن الصفيحي ومواصلة العمل بمقاربة إعداد الإسكان وتعبئة الوحدات العقارية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.